الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا فكرت كده، ايه فكرة كده قلت اعملها اختراع، يعني بدل ما اعمل عجينة البيتزا في البيت واتعب نفسي، انا مش قادرة لا اعجن ولا اعمل العجين في البيت، فقلت اخترع اختراع كده. عديت على الفرن العيش بتاع الفينو، بتاع الفينو يعني، قلت له ايه، اديني نص عجينة فينو. قلت هعمل العجينه دي هفردها في البيت واحط عليها المكونات بتاعتي ونشوف طعمها عامل ازاي. اي فكره جديده، ودينا ايه بنغير برضو. انا جبت نص عجينه اهو عندي، انا هعملها بالتونه، انا ابني صغير ما بيحبش التونه، فقلت اكله اي استغفله يعني واكله التونه في حاجه هو مش واخد باله منها، فعلا مش بياخد باله منها خالص، وبيبقى طعمها حلو وعجباه جدا. عندي علبه تونه متفتته، عندي صلصه بيتزا، الصوص بتاع صلصه البيتزا اشتريته برضو جاهز، قلت مش مهم ان انا اعمله في البيت. عندي فلفل رومي، عندي زيتون زي ما انت عايزه، اخضر اسود اي حاجه، عندي ايه موتزاريلا بس. خلاص هي دي المكونات اللي عندي. هقول بسم الله وهمسك العجينه بتاعت الفينو. طبعا لما هجيبها من الفرن هسيبها تخمر. بصوا انا سايباها ايه ما شاء الله، ايه خمرت بقت قد ايه، ده نص كيلو يا جماعه، لو انتوا جبتوا كيلو هتلاقي ادى ضعف الكميه اللي معايا دي. اروح لفها كده، قلنا نغير شويه من الفراخ واللحمه، والتونه دي مفيده للاطفال وللكبار، لازم ناكلها يوم في الاسبوع علشان بت ايه بتنمي نسبه الذكاء ايه عند الولاد وعند الكبار برضو. عايزه تعمليها طخينه، تعمليها رفيعه، زي ما انت عايزه. انا هفردها بالنشابه بتاعتي، اللي ما عندوش نشابه يا جماعه يعني باي كوبايه كده تكون بلاستيك طويلة، يعني ما تأذنيش الدنيا، حاولي تتصرفي. هفردها لغاية الوسع الصينية اللي انا عايزاه. قاعدين اقف فردتها على قد ما قدرت، عايز تفرديها اكتر من كده ماشي. انا عندي صينية، صينية بيتزا او اي صينية، دهنتها شوية زيت اهو، تمام كده فيها العجينه. خلي بالكم العجينه اصلا هتفرد اكتر من كده لما احط عليها الايه المكونات بتاعتها، يعني نص كيلو طلع لي دي وطلع لي دي، دي هتفرد في الصينيه ودي هتفرد في الصينيه. هوري لكم يبقى شكلها عامل ازاي. هقول بسم الله واحط الصوص بتاع البيتزا. بسم الله، مش هتاخد في ايديكم اي حاجه خالص، حاجة سهلة وفكرة جديدة. انا بحاول على قد ما اقدر اعمل افكار جديدة وبرضو يعني يكون تغيير. طبعا حاجة في البيت انا حاطة المكونات بتاعتها وعارفاها، ونشوف فرن كده جنبك يكون نظيف يكون بيعمل عجين كويس. اما هتقولي له اديني مش الكمية اللي انت عايزاها من العجين، مش هيقول لك لا. تمام كده هبتدي احط التونه بتاعتي. بسم الله، عندي فراخ ممكن احطها، بس انا بقول علشان اصلا في من ولادي ما بياكلوش التونه، فحبيت ايه احطها لهم، هيستطعموها بالطريقه دي وهيحبوها ومش هياخدوا بالهم انها فيها تونه، او حتى لو قلت لهم ان هي دي تونه يعني هيحسوا بطعمها ان هي حلوه، انما لما اقول لهم جربوها كده مش هيردوا يجربوها. بقى ايه نفترف المكونات زي ما احنا عايزين، ما احنا اللي عاملينها لنفسينا عشان انا مش هنوديها بره يعني. تمام كده اهو، احط الفلفل الرومي بتاعي. بسم الله، حاجة مغسلاها في البيت ومقطعاها وانا اللي جايباها بايديا، فبتدي اضغط على العجينة كده هتلاقوها ايه توصل معايا، شايفين اهي. يعني ما تقلقيش لو انت فردتيها بالنشابة وايه ما تفردتش معاكي ايه يعني حجم كبير، كده كده لما احطها في الصينية هتتفرد معايا، هعملها بايديا كده هتروح مفرود اهي. الزيتون بتاعي
عايزه تحطي تضيفي اي مكونات من عندك، مشروم اي حاجه حطي. بس انا بقى ايه بعمل المكونات اللي عندي بحيث ان انا ايه يعني امشيها كده ما مكلفش نفسيا يعني. وكل حاجه متوفره هقدر اجيبها. المرحلة هحطها، احط البيتزا الموتزاريلا بتاعتي، سوري اهي، احط بقى زي ما انا عايزة عشان الولاد بيحبوها ان هي بتموت، او هم ان هما بياكلوا في محل برا اخليهم يتنمرضوا على المحلات برا اهي. تمام بس خلصت البيتزا عندي وبقت جاهزة في نفس الوقت. قبل ما اعجنها واحطها في الصينية انا مسخنة عندي الفرن وهحطها على الشبكة، ما سيبهاش واخرج برا اروح في مكان اتفرج على مسلسل اروح اتكلم في الموبايل، لا عشان هي ما بتغيبش، هي ما بتغيبش يا جماعة. ادي بتاعتي البيتزا بتاعتي خلصت اهي، ما خدتش في ايدي 5 دقايق، هحطها في الفرن ولما هطلعها هوريكم تعرفوا انها استوت ازاي. خليكم معايا. رجعت لكم حبايبي بعد ما البيتزا بتاعتي خلصت، شايفين سامعين الصوت ده؟ انا لما بعمل كده يبقى هي ايه من تحت خلاص ايه اتعملت، ما فيش يعني انا ارفعها ولا اي حاجه. هنوريكم بقى ايه هنقطعها ازاي. حركة الساعه شويه. المخرطه الملوخيه دي عند اي حد، بسم الله اهي ريحتها تحفه. بسم الله اقطعها زي ما انا عايزه، العدد اللي انا عايزاه. ايه قطعتها وصلتها عندها، هنشوف بقى نطلعها. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، شايفين طريه جميله تحفه. ندلعها بقى شويه كده بشويه كاتشب عشان نوهم نفسنا ونوهم الولاد اللي احنا في المحل، شويه صوص شطه للي عايز احلى بيتزا. يلا نجرب زي ما متعودين مع بعض نجرب. بسم الله شايفين، شايفين البيتزا، شايفين البيتزا وحلاوتها، شايفين، شايفين المقطة بتاعت الجبنة اهي يا جماعة. بجد طعمها خطير خطير، وفكره ما خدتش في ايدينا 5 دقايق، وسريعه ولذيذه وجميله والولاد هيحبوها. وكنا واكلناهم التونه من غير ما يتنمرضوا عليها. انا ابني دلوقتي زمانه هيتفرج على الفيديو ويعرف ان انا استغفلته، مش هيرضى ياكل التونه تاني ومش هيرضى ياكل البيتزا تاني. انا كان معاكم مباسل من قناه مباسل، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي، وعايز اشوف تعليقاتكم الجميله، توصلني تعليقات كتيره قوي، انا ببقى فرحانه قوي ومبسوطه. ويا رب تجربوا الفكره بتاعتي دي وتعجبكم، واستنوني في حاجه في وصفه او في اكله جديده وسريعه. وان شاء الله هشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.